لما جيت أدخل المخيم يعني بعد ما وقفت المزرعة ما تخيلت إني أقدر أنا أكمل، ما قدرتش أدخل. هذه المزرعة لا يمكن أن تنسى ولا بد أن يأخذ القانون مجراه. نحن نحمل إسرائيل عن هذه المجازر التي ارتكبت بحق شعبنا. هناك 11 مزرعة حصلت في لبنان، مش صبرا وشتيلة فقط. طلعت مجموعة من الرجال على أنه يقولوا لإسرائيل يا عمي إحنا ما في عنا مقاومة، المقاومة طلعت فما رجعوش. فطلعت برضو طلع وفد نسائي أيضا ما رجعت. بعد ما خلصت المزرعة وجدوهم مذبوحين كلهم. فبدأت المزرعة بالسلاح الأبيض. عندما بدأت الناس شوي شوي تعرف أنه في حركة غريبة، حاولت تشرد. طبعا كانت إسرائيل مطوقة كل المداخل اللي للمخيم من صبرة لمخيم شتيلة. فخرجت الناس من عند صبرة على الفاكهانة وبدون يخرجوا على المناطق الغربية. فإسرائيل طبعا مسيطرة على المناطق كلها، فرجعتهم قالوا انه في قصف، قالوا بقول ما في شيء ارجعوا. صاروا يطخوا عليهم، رجعوا الناس غصب عنها. طبعا كله يعني كان تحت الامر، ما قدامه يعارض. فطلعوا اجتمعوا كلهم عند المدينة الرياضية، فكانت الحفر جاهزة، دفنوهم احياء. وكل هذه المشاهد احنا استغربنا انه العالم ما حكى، ما قدر يعني ما يقارب 40 أو أكثر من 40 ساعة المزرعة شغالة. وكان في بضل دائما أنسى اسمه، صحفي ياباني الوحيد استطاع يقتحم على المخيم ويدخل، فوجد طفل فبناديله بالإشارة خاف، لا بقول له تخافش إيش فيه، فبقول له بذبحه. فدخل شاف عائلة قاعدين على صفرتهم مذبوحين. فبدأت هنا الأخبار تتسرب شوي شوي. لما عرفوا أنه بدأت الناس بتعرف أنه في مذبحة وفي مزرعة، فأسرعوا في الذبح أكثر. فما يقارب 5000 شهيد، 7000 مفقود، حملوا ناس كتير من شباب بنات أطفال من جميع الفئات، حملوها في شاحنات لحتى الآن مش معروفين. فكنت مأهل نفسي إنه حيكون عندي شهداء من 1 لـ3، أبوي أختي وأخوي، أما الباقيين في البدروم في الملاجئ. فكنت يعني حتى بدأت أكتب الشعر بهذه اللحظات اللي هي كانت الحصار الأخير. أنا كنت معهم، وأنا ربي كتب لي عمر، أنا كنت مع أهلي، ما كنتش يعني أيام طالعة من عندهم وسكرت الطريق. أنت صاحي إيش بتحكي؟ إيش اللي كل قال حمزة؟ يعني حتى مش أهلي بس. قلت له مش بدك الحق؟ قلت له آه، بس إيش اللي كل قال حمزة؟ أنا أهلي حمزة طبعا، زوجي كنعان. قلت له 51 شهيد، أهلي 10، الأم والأب والأخوة 5، والأخوات 3، وأعمامي كلهم راحوا في مزارة تل الزعتر. فعندما أتكلم عن صبرة وشتيلة، لا فرق عندنا بشعبنا. هذا الشعب جيراني، عشت معهم 8 سنين، وربي كتب لي عمر. أنا بقول لهم ربي سبحانه كتب لي عمر علشان أضل أذكر بهذا الجرح اللي لن نغفر ولن ننسى. لما جيت أدخل المخيم يعني بعد ما وقفت المزرعة ما تخيلت أني أقدر أنا أكمل، ما قدرتش أدخل. تخيلت كيف شعبنا وكيف أهلي، نفس الجرح. فهذا اليوم بذكرني بكل بشاعة المزرعة اللي حصلت. طبعا 41 سنة، ولو مهما مرت سنين لا يمكن الإنسان يتغاضى عن نضال شعب يحلم بحريته، ناضل من أجل الوطن. ولا يمكن ننسى، ولا يمكن نسامح، ولا يمكن نغفر. لابد حنضل من جيل إلى جيل. يعني هاي أنا ورطت هذا لأبنائي، للأجيال، للكل، بقولهم حتى مهما مرت السنين لا يمكن ننسى دماء شعبنا. 11 مزرعة حصلت في حق شعبنا. لما نتكلم عن المجازر، هذه المشاهد دائما بضل أفرجيها للناس. هذه عندما الاغتصاب، تخيل الاغتصاب في تل الزعتر، أيضا في صبرة وشتيلة،
يغتصبوا البنات قدام أهليهم، يغتصبوا المرأة قدام جوزها، قدام يعني فظاعة المجازر لا يمكن، لا يمكن ننساها، لا يمكن نغفر عنها. كل هذه البشاعة لا يمكن أن نتخلى عنها. إحنا دائما بنناشدهم بأن يكون هناك عدل لتحرير وطننا، وهذا حق شرعي. هم نفسهم عندما بقولوا إنه حدود 67، يعني هن بيعترفوا إنه هذه الأرض إلنا، أرضنا، هذا وطننا. فإحنا منطالبهم بأن يكون هناك عدل لتحرير وطننا، ويكون لنا كياننا واستقلاليتنا على أرضنا وعلى وطننا. طبعا بعد المجزرة دخلت على المخيم علشان أطمن على بنتي وابني، فلما شفت المشاهد هذه ما قدرتش أتحمل، لأنه تخيلت كل أهلي وشعبي، هذول جيراني، أنا كنت عايشة معهم 8 سنين، أنا عايشة بشتيلة يعني كلهم جيراني، فما تحملتش. رجعت، كنت أسكن جنب صبرة المدينة الجامعة العربية، فسألت الناس قالوا لي شاردين، فضلت عينه شاردين. زوجي طلع مع المقاومة طبعا، مع المقاتلين على تونس، فرجعت أنا بانتظار إنه يعني تهدى الوضع شوي بشتيلة وأعود أنزل يعني يكونوا رجعوا. فبعت لزوجي، التحقت على تونس، بفتح مجلة فلسطين الثورة، بقول يا الله مين من صاحباتي قلبها محروق، جراتي يعني، ولا اسم ابن شهيد. فطبعا انهارت، كان الوضع كتير صعب. أيقنت إنه خلص يعني أولاد الشهداء، وكانوا يكذبوا الناس علي عشان يصبروني، وهكذا انقطعت. لبعد 22 سنة استطعت من خلال تليفون إني أسمع صوت بنت خالتي وتخبرني إنه طيب. يعني بعد ما حكت معي بقول لها أمان بدم الشهداء، إحنا بعد ربي عنا دم الشهداء مقدس، ميمنة طيبة ولا ميتة؟ بتقول لي لا طيبة. قلت لها طيب بكرة بدي أسمع صوتها، وبالفعل تأكدت أنه فعلا بنتي ما زالت على قيد الحياة، وابن اللي استشهد. أنا بالنسبة لي أنا أهلي في مزرعة تل الزعتر، نفس المزرعة ما حصلت في صبرة وشتيلة حصلت في تل الزعتر. أنا أهلي راح 51 شهيد في تل الزعتر، عندي 3 بشتيلة، ابني وولاد خالتي 2. تل الزعتر نفس المجزرة، نفس الأسلوب، نفس اليد القاتلة، نفس التخطيط الإسرائيلي. يعني كل المجازر إسرائيل بتخطط، قالت لهم اعملوا فيهم مجازر زي ما عملنا في دير ياسين وكفر قاسم. دائما بنناشدهم بأن يكون هناك عدل لتحرير وطننا، وهذا حق شرعي. هم نفسهم عندما بقولوا إنه حدود 67، يعني هن بيعترفوا انه هذه الارض إلنا، ارضنا، هذا وطننا. فاحنا منطالبهم بان يكون هناك عدل لتحرير وطننا، ويكون لنا كياننا واستقلاليتنا على ارضنا وعلى وطننا.